نشرة إخبارية جديدة من أورينت. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية بالعناوين. عشرات السوريين يتظاهرون ضد ميليشيا الجولاني في الأتارب غرب حلب ويطالبونها بالإفراج عن المختطفين في سجونها. على وقع التحركات التركية ضدها، ميليشيا قسد تواصل حملات ما يسمى بالتجنيد الإجباري وتختطف أكثر من 50 شابا في الشداد جنوب الحسكة. لبنان يطلب من روسيا تسجيلات الأقمار الصناعية المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت. ميليشيا الحوثي تقتل 13 شخصا في قصف على منطقة سكنية جنوب مأرب. واشنطن تعاقب شركتين صينيتين بتهمة تهديدهما للأمن القومي للولايات المتحدة. أهلا بكم من جديد. تظاهر عشرات السوريين في مدينة الأتارب غرب حلب ضد ميليشيا الجولاني وممارساتها، مطالبين إياها بالإفراج عن المختطفين في سجونها ممن شاركوا بمظاهرة ضدها في مدينة سرمدة شمال إدلب. إلى ذلك، اختطفت ميليشيا قسد 50 شابا خلال حملة نفذتها في منطقة الشداد جنوب الحسكة بغرض تجنيدهم إجباريا في صفوفها. يأتي ذلك بالتزامن مع إتمام الجيش التركي وفصائل الجيش الوطني استعداداتهم العسكرية لبدء العملية المرتقبة ضد ميليشيا قسد شمال سوريا. ينضم إلينا من أورفا عبر الهاتف الصحفي في شبكة فرات بوست صهيب الجابر. مرحبا بك معنا صهيب في هذه النشرة، وأشكرك على انضمامك لنا فيها. الأرقام التي وردت حتى الآن عن عدد المعتقلين من قبل ميليشيا قسد، هل هي 50 بالتحديد أم أكثر أم أقل ربما؟ بداية أحييكم أستاذ مشاهدي أورينت. يعني الأرقام التي نتحدث عنها إذا ما تحدثنا عن 24 ساعة الماضية تقارب 50 شخص تم اعتقالهم من قبل قسد في عموم المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبشكل أسبوعي هنالك عدد أكبر. الهدف من التجنيد هو التحشيد في المناطق المقابلة لمناطق نفوذ المعارضة، فصائل المعارضة، وخاصة أننا نشهد اليوم تحرك من تركيا إضافة إلى الفصائل الموجودة في مناطق شمال سوريا، تحديدا مناطق شرق الفرات، رأس العين وتل أبيض وسلوك ومحيط عين عيسى، التي تشهد يعني تعزيزات عسكرية مستمرة. وبالتالي هنالك أيضا على الجانب الآخر تحرك مماثل لكن بطريقة أخرى، وهي التجنيد القسري. مناطق نفوذ قسد يعني يتم اقتياد فيها شبان كل من يتواجد في الطريق، في بعض الأحيان في منطقة الحسكة، في أيضا الرقة ودير الزور. صهيب، الاختطاف من قبل قسد يتم في معظم المناطق، ليس فقط في الشداد أو في الحسكة، أليس كذلك؟ بالضبط، المعلومة دقيقة. مناطق الحسكة كما قلت قبل قليل، محافظة الحسكة ومركز المدينة، القامشلي أيضا تشهد اختفاء لعدد من الفتيات بين فينا والأخرى. طبعا لاحقا يكتشفون ذوي الفتيات أنهم تم الزج بهم في معسكرات التدريب بهدف تجنيد القسري في صفوف قسد. منطقة ريف دير الزور الغربي التي يعني منذ أيام شهدت احتجاجات شعبية ضد مرور أبتال عسكرية روسية من هذه المنطقة عبر مناطق نفوذ قسد، يبدو أن هذا الأمر أثار حفيظة قسد فشنت حملة اعتقالات في هذه المنطقة، فقط وصلت إلى أكثر من 350 شاب تم اعتقالهم من الريف الغربي لدير الزور فقط، وتم إرسالهم إلى معسكرات التجنيد.
طبعا ايضا هناك تحركات على مستوى مناطق الشدادي وريف دير الزور الشرقي وعموم المنطقه، منطقه تل براك منذ فتره ايضا كان الاهالي قد احتجوا. طيب صهيب، هل هناك معلومات عن موقف الشباب نفسهم واهاليهم من هذا التجنيد الاجباري الذي تمارسه قصد بحقهم؟ طبعا الرفض هو الموقف الاول والاخير، لكن هنالك رده فعل نستطيع ان نقول في هذا الصدد، وهي مغادرة معظم الشبان لهذه المناطق خوفا من التجنيد القسري. اليوم هذا التجنيد يشهد يعني توسع في مناطق نفوذ قسد، لا يستثني أحد، حتى المعلمين منذ فترة تم اعتقال عدد منهم وإرسالهم إلى حواجز عسكرية أو إلى قطع عسكرية تابعة لقسد، وبالتالي حالة تخوف هذه الحالة جعلت أن هنالك أو دفعت الناس إلى إرسال أبنائهم الشبان للخروج خارج هذه المنطقة، توجه إلى أوروبا غالبا، وبالتالي هي موجة نزوح جديدة نشهدها اليوم بعد هذا التصعيد الذي تشهده المنطقة، وهذا حال طبعا جميع مناطق النفوذ خاصة مناطق نظام الأسد التي الآن يعني تفرغ تدريجيا بسبب وجود الميليشيات الإيرانية والضغوطات التي تفرضها. وضحت الفكرة، نعم، أكتفي معك بهذا القدر وأشكرك جزيل الشكر. صهيب الجابر الصحفي في شبكة فرات بوست كنت معنا عبر الهاتف من أورفا. جمدت السلطات التركية أصول 13 شخصا وكيانا معظمهم سوريون في ولايات اسطنبول وغازي عنتاب وبورصة، بالإضافة إلى هاتاي وشانلي أورفا. وبحسب الجريدة الرسمية فإن قرار تجميد الأصول جاء بتهمة تقديم 6 أشخاص بينهم سوريان و7 كيانات سورية تمويلا لمنظمات إرهابية لم يسمها القرار. تقدم لبنان بطلب رسمي موجه إلى روسيا بهدف الحصول على صور الأقمار الصناعية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت. وأوضح بيان للرئاسة اللبنانية أن ميشيل عون طلب من سفير روسيا في بيروت ألكسندر روداغوف إبلاغ السلطات الروسية رغبة بلاده بالحصول على التسجيلات العائدة إلى يوم انفجار المرفأ في 4 آب عام 2020، علها توفر معلومات إضافية من شأنها مساعدة المحقق الجنائي بحسب زعمه. ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت المحلل السياسي ومراسل أوريان توني بولوس. توني تحياتنا لك، ما هو الهدف بحسب متابعتكم توني من هذا الطلب اللبناني لروسيا بشأن قضية انفجار مرفأ بيروت؟ يعني هذا الطلب أتى بناء على يعني بعد أن كان الرئيس الروسي أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده قد تملك معطيات حول التفجير، وأعلن يعني في تصريح له بناء على سؤال من إحدى الصحفيات اللبنانيات هناك أنه بإمكان روسيا تزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية. هذا الأمر يعني استدعى أيضا تدخل يعني أو استدعى بالمقابل استدعاء السفير الروسي في لبنان لدى رئاسة الجمهورية والتوجه إليه بطلب إذا كان بالإمكان ترجمة الوعود التي تحدث عنها الرئيس بوتين إلى إمكانية المساعدة في التحقيقات. حتى أيضا أكثر من ذلك يعني كان هناك معلومات تتحدث أن المحقق العدلي في قضية المرفأ توجه لأكثر من دولة أجنبية تمتلك أقمارا صناعية ممكن أن تساعده في يعني الكشف عبر الأقمار الصناعية عن ماذا حل بالتفصيل في ذلك اليوم، من بينها فرنسا والولايات المتحدة وروسيا. طبعا هناك معلومات أن الرد الفرنسي كان سلبيا يعني حسب المعلومات، باعتبار أن والجواب كان أيضا أن الأقمار الصناعية الفرنسية لم تكن موجهة إلى بيروت حينها في ذلك اليوم، بل كانت تنتقل يعني انتقلت فوق جزيرة قبرص. الرد الأمريكي غير واضح، أما الرد الروسي فكان يشير إلى هناك معلومات أو امتلاك إمكانيات أن تعطى الصور للمساعدة في التحقيق. وبطبيعة الحال إذا ما كان هناك صور أقمار صناعية تظهر بعض جوانب الانفجار لتؤكد ما إذا كان الانفجار ناتج عن صدفة أو إهمال أو أن هناك عمل أمني ما أدى إلى التفجير، سواء إذا كان عبوة افتعلت في المرفأ أم غارة إسرائيلية كما أشيع في وقت سابق. وبالتالي هذا يعني توني بأنه الأدلة غير كافية لدى المحققين المحليين في لبنان بشأن قضية انفجار المرفأ، أليس كذلك؟ يعني بطبيعة الحال حتى ربما لو كان لدى المحقق العدلي العديد من القرائن
ربما للأقمار الصناعية قراءة إضافية، وما يمكن أن تجزم بعض الأمور بحيث أن الأقمار الصناعية تستطيع أن تصور بدقة كثير من التفاصيل التي نراها على الأرض، وبالتالي يمكن مقاطعة القرائن التي يملكها المحقق العدلي سواء من داتا الاتصالات أو حتى بعض الكاميرات التي صورت ميدانيا أو حتى نتيجة اعترافات بعض المستجوبين. صور الأقمار الصناعية تثبت بعض القرائن وتضحط البعض الآخر، فهي مهمة جدا بكل تأكيد للتحقيقات. هل جميع الأطراف السياسية في لبنان الآن يعني موافقة وتؤيد هذه الخطوة من قبل الحكومة اللبنانية بالتوجه إلى روسيا؟ يعني هو في الواقع لا يوجد أي طلب يعني أو موقف الحكومة اللبنانية. الرئيس اللبناني كان مضطرا لاتخاذ هكذا قرار باعتبار أن الرئيس الروسي هو من بادر بهذا الأمر، وبالتالي أحرج الرئيس اللبناني وبات مضطرا لطلب ولتلبية الطلب الذي بدأه. لكن على المستوى الحكومي بالأساس لا يوجد أي طلب. حتى أكثر من ذلك، يعني بعض القوى السياسية بات واضحا أن تحديدا حزب الله فعل الكثير من الأمور ومارس ضغوطات كبيرة على المحقق العدلي، ورفض أن يذهب الشهود أو المتهمون من المقربين منها للإدلاء بإفادتهم بإعاز من حزب الله. وبالتالي إذا أردنا أن نرى موقف حزب الله هو موقف رافض للتحقيق أصلا، نعم، ومحاول لتضليله وتطنيشه بشكل كامل. وضحت الفكرة، أكتفي معك بهذا القدر وأشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي ومراسل أورينت طوني بولوس، كنت معنا عبر سكايب من بيروت. قتلت ميليشيا الحوثي 13 شخصا بينهم طفل إثر قصفها منطقة سكنية جنوب محافظة مأرب اليمنية. وذكرت مصادر طبية يمنية أن واحدا من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيا انفجر في منزل أحد شيوخ القبائل الموالية للقوات الحكومية اليمنية في مديرية الجوبة، بالتزامن مع معارك عنيفة تشهدها المديرية بين الميليشيا الموالية لإيران والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي. اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة جنين في الضفة الغربية وشن فيها حملة دهم واعتقال. وذكرت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية جرحت شابا واعتقلت اثنين آخرين عقب مواجهات اندلعت في قرية حوسان غرب بيت لحم. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون يمنع شركات تقنية صينية كبرى من الحصول على تراخيص لمعداتها من شركات أمريكية. وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، قال إن السماح لشركات مثل هواوي وزد تي اي الصينيتين المدعومتين من قبل حكومة بكين يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، مشيرا إلى وجوب حظر أي وجود لهما في شبكة الاتصالات الأمريكية. بهذا الخبر نكون قد وصلنا لختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على كرم المتابعة. للمزيد من التفاصيل والمعلومات زور موقعنا عبر الإنترنت orient-news.net. إلى اللقاء.